ألغى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا طلبات اللجوء لآلاف السوريين بعد مراجعتها. ويأتي هذا الإجراء ضمن تقييم أوضاع اللاجئين الذي يقوم به المكتب منذ عام 2018. في خطوة غير متوقعة من قبل ألمانيا، ألغى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا طلبات اللجوء لآلاف السوريين بعد مراجعتها. وسائل إعلام ألمانية قالت إنه منذ بداية عام 2020 وحتى تموز يوليو الماضي فحص مكتب الهجرة الألماني أكثر من 100,000 طلب للاجئين السوريين، وبعد المعاينة والتدقيق تم تثبيت قرابة 12,000 طلب لجوء، بينما فقد قرابة 3,000 لاجئ سوري حقهم باللجوء وتم منحهم حماية ثانوية أو إقامة منع ترحيل. وبحسب مكتب الهجرة فإن سحب حق اللجوء جاء لعدة أسباب، ومنها أن يكون طالب اللجوء ملاحق وزالت أسباب ملاحقته بشكل نهائي في بلده، وأيضا إذا كان الشخص قد قدم معلومات مزورة أو وثائق مزورة، إضافة أن يكون الشخص أحد مرتكبي جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جنائية أو جنحة ثقيلة في ألمانيا. وتضم ألمانيا قرابة 870,000 لاجئ سوري من أصل 1,800,000 لاجئ من دول العالم بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا. وضمن إطار اللجوء الإنساني استقبلت ألمانيا هذا العام أكثر من 1,000 لاجئ، وجاء معظم طالبي اللجوء وأغلبهم يحملون الجنسية السورية من بلدان لجأوا إليها قبل الوصول إلى أوروبا مثل تركيا ولبنان وإثيوبيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم محمد عبد الرزاق ناشط سياسي. أستاذ محمد مرحبا بك، كيف تنظر لقرار ألمانيا إعادة دراسة ملفات اللجوء لسوريين؟ ما أسبابها؟ من المشمولين بها؟ مرحبا بك أستاذي أولا، ومساء الخير لك ولكل المشاهدين. مساء النور. بالنسبة للقرار اللي هلا الصحف عم تتناوله، هو هلا الإجراء اللي اتخذته ألمانيا بهذا المجال هو إجراء روتيني، ما في أي تعديل على قرارات الهجرة اللي محطوطة بألمانيا، ولكن أي لاجئ موجود بألمانيا أو بغيرها عندما بتنتهي أسباب الحماية القوية له بتم اتخاذ إجراءات إقامة أخف منها، واللي هي هلا حاليا الأشخاص اللي فقدوا حقهم في اللجوء فهن عمليا ما حيتم ترحيلهم او يتم اتخاذ اجراءات ضدهم، حيتم منحهم اقامات اللي هي بتندرج ضمن نوعين من الاقامات، اقامه منع ترحيل او اقامه حمايه بديله. طيب ما اسباب رفض اللجوء لهؤلاء؟ اسباب رفض اللجوء استاذي بحال اللاجئ سوف ينال صفة لاجئ سياسي، يجب أن يكون ملاحق أولا من جهات أمنية، أو يجب أن يكون هناك أنه تعرض لاضطهاد ديني أو عرقي أو جنسي، فبهذه الحالة يحصل على صفة لاجئ سياسي وهي مدتها 3 سنوات وقابلة للتجديد لدائمة إقامة دائمة بدون شروط بعد 3 سنوات. ولكن بحال اللاجئ كان فقط هارب أو فار من حالة إنسانية أو اقتصادية أو سياسية أو حرب اندلعت في البلد بشكل عام، ولم يكن متضرر شخصيا من هذه الحالة، فقط أنه البلد تضررت، فبتم منحه إقامة منع ترحيل أو إقامة إنسانية وهي مدتها 1 سنة قابلة للتجديد بحال البلد القادم منها استمرت الأوضاع الاقتصادية أو السياسية مثل ما هي. الآن من رفضت طلبات لجوئهم أعطوا ما تعرف بالحماية المؤقتة، ما المقصود بالحماية المؤقتة أستاذ محمد؟ الحماية المؤقتة هي تعني كما أسلفت سابقا كونه هناك ما تزال الحرب مستمرة، على سبيل المثال في سوريا ما زالت الحرب مستمرة ولم يتم إيجاد أي حل سياسي في سوريا أو إعادة الأمور إلى سابق عهدها، سيتم التجديد تلقائيا لهؤلاء. أما بحال تم تصنيف سوريا من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن
كبلد آمن سيتم إعادة النظر بهؤلاء الملفات وربما يتعرضون لترحيل في المستقبل، لكن هذه الإقامات قابلة للتجديد لسبع سنوات، وفي حال بعد سبع سنوات حقق اللاجئ شروط اللغة الألمانية المطلوبة والعمل بدون مساعدة من الدولة فيتم تجديدها إلى إقامة دائمة وفي وقت لاحق إلى جنسية ألمانية. طيب يعني من رفضت طلبات لجوئهم هل يستطيعوا أن يطعنوا في هذا الطلب؟ طبعا بكل تأكيد يحق لكل لاجئ في ألمانيا أو في غيرها الطعن بقراراته، لكن أثناء الطعن يجب أن يقدم دليل جديد على كونه يستحق هذا النوع من الإقامة. نعم طيب يعني اليوم هل تتوقع أن تلغى بالمستقبل أيضا طلبات لجوء أخرى؟ بشكل عام هناك أستاذي تشديد على إعطاء الإقامات وذلك يعود لعدة أسبابات. من هذه الأسبابات هناك أشخاص قدموا أوراق مزورة منذ سنوات والآن عند النظر بأسباب لجوءهم والتأكيد من أوراقهم ووثائقهم سيخسرون حقهم في الإقامة. ومن الأسباب الأخرى تم اكتشاف بعض الأشخاص المرائم حرب وينظر في قراراتهم، وهناك بعض الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جنائية في ألمانيا، هؤلاء الأشخاص سيتم النظر في قراراتهم. طيب هل ثمة ما يقلق اللاجئين السوريين الآن بألمانيا برأيك؟ أستاذ الكريم الشخصي ليس ألمانيا، وخاصة أن ألمانيا في الأسبوع الماضي قامت باستقبال 100 ومهاجر قادمين من ألمانيا من اليونان نعم، وهناك دعوات ومطالبات شعبية وحكومية باستقبال مزيد من اللاجئين. طيب في نهاية الوقت المخصص شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من ستوكهولم محمد عبد الرزاق ناشط سياسي، ونشكر لكم مشاهدينا كرم المتابعة. إلى اللقاء.